اهلا بيكم معنا نموذج جديد من نماذج خفه الدم والامل والتفاؤل من متحدي الاعاقه. صديقتنا المصابه بشلل الاطفال في احد ساقيها، والامر ده ما منعهاش انها تمارس مهام حياتها اليوميه بمنتهى البساطه والاريحيه والرضا وعدم التعقيد. صديقتنا عندها قناعه ان الانسان لو فقد شيء فعنده اشياء كتير تانيه غيرها، المهم ان هو يقدر يعيش بسلام نفسي. ولأن هي في حالة تصالح مع النفس وتقبل لظروفها، استطاعت اكتشاف ان عندها قدرات اخرى، فاخرجت كل الطاقات الايجابية اللي جواها عشان تقدر تعيش وتسعد في حياتها. فياريتنا نتعلم منها ان الحياة لو اخدت مننا شيء فمؤكد بتدينا بدل واشياء كتير نقدر نستمتع بيها.